هذا الفرن تم إنشاؤه في ريف حلب الجنوبي في منطقة زمار بطاقة إنتاجية بحدود 15 طن يومياً، يغطي منطقة زمار والمناطق التي هي مجاور لها في ريف حلب الجنوبي، ويستفيد منه الفقراء والمحتاجين وعوائل الأيتام بطاقة إنتاجية بإذن الله تعالى لهؤلاء المحتاجين بشكل مجاني يومياً بحدود 3000 أسرة يومياً بإذن الله تعالى. عايشة بهالخيمة هذه، والله مسرورين بيها، بس والله لما تفوت بيها دحج تشوف من فوق الغيم، والله لما تقوم تمطر الدنيا يقوم نشر فوقنا، بس إيش بيدنا؟ والله نعيش على الله، واللي تحنن علينا مترك ومثال كثر الله خيره. والله الحمد لله وجود الله ووجودكم، إن شاء الله ما يصير غير الخير. وإن شاء الله أنتوا ترضون وإحنا إن شاء الله راضيانين منكم والله راضيان منكم.